يا رب رب يشفيني يا رب، يشفي كل مريض يا رب. يا رضا يوه انا زهقت من يا رضا يا رضا يا رضا، هو مفيش غير رضا في البيت ده؟ اتأخرت عليا ليه في العلاج يا رضا؟ عشان كنت بلبس وبجهز نفسي. انت رايحة فين يا رضا؟ رايحة عند اهلي، رايحة اقعد هناك شوية لحد ما تقوم بالسلامة كده وترن عليا تقول انا بقيت كويس، وبعدين العلاج جنبك، ما تاخد العلاج. انت بتعمليني كده ليه يا بنتي؟ هو انا بايدي حاجه اللي انا اللي تعبت ولا انا اللي عملت يعني ايه في نفسي يعني كده؟ يعني ايه بعملك كده ليه؟ انت بقالك كام يوم رايد لي الرقده دي؟ انا مش قاعده في مستشفى، هو انا انا هنا. بايدي حاجه يا بنتي؟ بقى اقعد قول لي وتوجع لي والكلام ده، انا بقول لك مش قاعده في مستشفى، انا مش تمرجيه هنا، انا اقعد اخدم عليه. حطي نفسك مكاني كده، انا لو عملت كده هتعملي ايه؟ بعد الشر عليا، ما انت بتتمنى لي المرض، ما تقوليش حطي نفسك مكاني، انت ما تتمنليش المرض. مش بعيد عن ربنا، مش مش بعيد عن بعيد عن ربنا. ربنا. تمت دين تدان، اللي انت بتعمليه فيه هيتعمل فيك. انت بتدعي عليا؟ وبعدين علاجك اهو، ما تاخد علاجك بنفسك. ماشي يا بنت مش الناس، انا اللي هقعد كل شويه احط لك العلاج زي العيال الصغيره؟ شكرا يا بنت الاسرة. وبعدين انا كمان صحتي اتبهدلت معاك في خدمتي ليك. قوم كده من على السرير كده واتحرك، تفضلش راقد لي كده. ما كنتش متوقع منك كده اللي انت تعملين المعاملة دي. تتوقع بقى ولا ما تتوقعش، هو ده رد فعلي معاك عشان انا زهقت من خدمتي ليك، وهقولها لك تاني مرة، انا مش قاعدة في مستشفى. قوم كده وشد حيلك وقوم اخدم نفسك. هو انا في ايدي حاجة يا بنتي؟ انا رايحة عند اهلي، بلا في ايدك بلا في ايدي، انا حرام رايحة عند عليك. اهلي، لما ربنا يشفيك وبارن عليا. متشكرين يا بنت الناس. العفو يا ابن الناس. ده كان رد فعلي لما عرفت ان هو تعبان وان انا زهقت من خدمته والكلام ده كله. تعال نشوفه بقى العكس. احمد حبيبي، قوم يا بابا خد الدواء، حقك عليا والله اتاخرت عليك، معلش. ربنا يشفيك يا رب ويقومك بالسلامه يا رب، يا ريتني انا مكانك يا احمد. بعد الشر عليك يا حبيبتي. قوم يا حبيبي. هو انت ما رحتيش لاهلك ليه يا بنتي؟ اروح فين يا احمد؟ اروح فين واسيبك كده؟ ده انا بقى ليلة الاصل لو سبتك كده. مالكيش دعوة، انا راضي، انا هنخدم نفسي وهنعمل اللي انا عايزه، بس تروح لاهلك عشان خاطر امك. ازاي يا احمد؟ ازاي اللي انت بتقوله ده؟ انا اخواتي هناك قاعدين مع امي، انما هنا انت مالكش حد غيري، انا اللي اقعد معاك وانا اللي اخدمك، وانا اولى واحده اللي انا اقعد اخدمك. ربنا يخليك يا رضا، يا رب ما يحرمني منك يا رب. حبيبي ربنا يخليك انت ليا، وبعدين انا اللي المفروض اخدمك، مش انت تقولي روحي عند اهلي. انت بنت ناس واسيله والله العظيم يا ربنا بنتي. يكرمك يا احمد يا رب، ربنا يشفيك. طيب اديني العلاج وبعدين. ده وظبطه انت حالي. ياما قعدت جنبي وانا تعبانه، جيت الله قلت لك انت روح عند اهلك ولا حاجه؟ الله يخليك. انت شلتني فوق دماغك، لازم انا كمان اشيلك في وقت تعبك. ده دي غصب عني طبعا، مش كده؟ ربنا يخليني ليك ويخليك لي يا حبيبي، احنا مالناش غير بعض والله. الف سلامة عليك. اشرب مية الاول بس كده. طب انا هاخد العلاج ونظبط حالي واتكل على الله روح لامك. لا برضه طبعا مش هينفع برضه، والله ما هينفع اسيبك، ده انا بقول لك ابقى قلت الاصل لو سبتك في ظرف زي ده. انا مش عارف اقول لك ايه ولا عارف اشكرك ازاي على اللي انت بتعملي معايا والله. حبيبي ربنا يقومك بالسلامه، مفيش شكر يا احمد، انا بخدمك مفيش شكر في الخدمه ليك. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. ربنا يسترها معاكي دنيا واخره يا بنت الناس ويكرمك والله العظيم، انت اصيله وربنا يجعل في ميزان حسناتك حبيبي. اللي انت هي بتعمليه المفروض معايا كل واحده تعمل كده مع جوزها، في ظرف زي ده المفروض الواحده تستحمل جوزها، ما تقعدش تقول له بقى كده، ما تقعدش تقول له روح وانت تعبت وانا خلاص ما بعدش قادره على خدمتك. الحمد لله. ده اللي المفروض يحصل، جوزك يتعب انت اللي تشيليه، مفيش غيرك انت اللي هتشيليه. ما تقعديش بقى تقولي له زي ما انا ما قلت في الاول، انا زهقت من خدمتك، انا مش قاعده في مستشفى، قوم اخدم نفسك، انت مش عيل صغير. لازم يبقى رد فعلك كويس وتحكمي عقلك عشان تبقي بنت اصل وطالعه من بيت متعلمه فيه الاصول، واهلك معلمينك كل حاجه كويس. ده جوزك ملوش غيرك، ولا انت كمان ليكي غيره، علشان ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه. وعايزين كلمه منكم بقى حلوه، شوفوا انه فعل رد الاهل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكون الفكرة وصلت لكم. في حاجة اسمها تما تدين تدان، اللي انت هتعامله وحش هيترد لك، اللي هتعامله حلو هيترد لك، هتعمل خير هيترد لك، هتعمل شر هيترد لك. في حاجة اسمها ربنا، اي حاجة هتعملها في الدنيا هتلف وهتجيلك. السلام عليكم.